السلام عليكم خاوتنا، ما شاء الله وتبارك. سمانة يبدا شهر رمضان ان شاء الله المبارك. يا ربي يعطينا القوة، يا ربي يعطينا كما نقول لك الفرصة باش نديروا هذا العام كما نقول لك الخيري. سورتو الوقت اللي رانا فيه 2024 راهد كلش رجع غالي. ها كما نقول لك لي بري تاع العام اللي فات، هذا العام بلوس دو 30% زادوا في كلش. كان لي زاد 20%، كان لي زاد 30%. اما لاتيك حاوت ناسي لوكازيون، لازم نتوما وحنايا وكامل كما يقول الشيخ ياسين، انا كامل في سفينه واحده، لازم نتعاونوا ولازم نديروا واش درنا العام اللي فات، وان شاء الله نديروا ماخر هذا العام، على خاطرش كاين بزاف اللي راهم جاوا لهنايا، وكاين بزاف اللي ما عندهمش الكوارت، كاين بزاف اللي عندهم لي بروبليم. ان شاء الله نديروا بلوس دو 400 هذا العام، هذا هو التارجت تاعنا. بصح واش نقول لكم يا مراه يا راجل، لايك ترخيكم وربي يزيد لكم في مالكم، على خاطرش كل الدراهم اللي طمينا من فيديو الاخر لهذا الفيديو سمعنا قبل رمضان، رانا طمينا قيس اون سيمين تاع نفطروا 400 باغ جور. الله يحفظكم ربي يستركم، وشكرا شكرا شكرا على الدوناسيون اللي حطيتوهم. بصح سمعنا مازالوا ثلاثه واحد اخرين، مالاتك مازال نسحقوا، مازال نسحقوا، عاونونا قد ما تنجموا، ب5000 ب10000 100000، سقسوا للناس، بارطاجيو الفيديو، جيبوا الماكله، جيبوا اللحم، جيبوا كلش. دوك يزيد يقول لكم عمي عبد الكريم وشي مال هذيك خاوتنا 250 هنايا في الاول كانت رود، ابارتيغ دو 4 نبداو نسربو واش كتب ربي ان شاء الله. كاين الشربه، كاين الجواز، كاين الخبز، كاين كما نقول لك البوراك، وان شاء الله ان شاء الله ولا كفاو دراهم نزيدو لكم الفاكهه والماء. مال هذيك خاوتنا سمعنا الاولى سيفي وتفكروا حاجه، وقهوه هذه اوني با كيما نقول لك اورغانيزاسيون، ولا كاين الناس يعاونونا ولا كش واحد يعاونونا، حنايا كيما نقول لك الناس تبرع لي برعوا راهو يخرج الماكله ورانا نسربوا كلش بعضها. خويا نوردي سمعنا الاولى الحمد لله راهي فرات، بصح ثلاث سمعنا واش تقول الجمهور تاعك؟ السلام عليكم، الحمد لله، وهذا دائما نقول هذا من فضل ربي سبحانه وتعالى. انا باذن الله وهذاك التوكل على الله. حنا كما كل عام حنا رانا تكنا على ربي سبحانه وتعالى هو الاولاني، وانتوما اللي دائما معنا واقفين معنا. وانا على بالي بلي حنايا عندنا هذه المواقف خاصه في رمضان، انا على بالي راني مهني في راسي بلي الدوناسيون تاعكم والتبرعات تاعكم راح نكوفريو كاع الشهر باذن الله. صح كما قال شاكير، سمعنا برك وثلاث سمانات ان شاء الله باذن الله من عندكم انتوما، من عندنا احنا ان شاء الله نكونوا كاع هكاك، وان شاء الله ربي كما يقول ربي سبحانه وتعالى في حديث قدسي، يا بنو ادم انفقوا عليك. والله ان هذه النفقات هذو اللي رانا نديروهم وهذه الصدقات وهذو هذا من عند ربي سبحانه، نرفع على ربي سبحانه، هو من ربي هو اللي ينفق علينا. حنا ناطر بعض ظروف صح، ربي يعطينا خير كبير شي، ونقولوا الحمد لله، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، ان شاء الله ربي يبارك لكم في المال تاعكم، وربي يبارك لكم في الاولاد تاعكم، وان شاء الله كما نقولوا ما تخيبوناش. ما شاء الله خاوتنا، حنا واش نقول لكم الاوركارون، عمي عبد الكريم، خويا محمد، عمو طه، خويا الوناس، نونو، بلوس الجماعه تاع خفاء هما اللي يخدموا من 12 حتى كما نقول لك حتى نسربيو حتى الخمسه والنيتواياج، وزيد ليكيب تاع الليل، ليكيب تاع الليل اللي قشوا البطاطا واللي قشوا، نقول لهم كامل يعطيكم الصحه وربي كما نقول لك يوفقنا وكلش. بصح خاوتنا كما قال لكم نوردين، دونيتي ماكسيموم، وما تنساوش 1 2 3 ليفا لاجيري خاوتنا، على خاطر حنا كاع اليد واليد. وتحياتي جميع المسلمين ان شاء الله، رمضان كريم ان شاء الله يدخل لنا كما نقول لك بالصحه ويدخل الخير معاه هكذايا من لندن. نقول لكم سلام.